الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا بينكم عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينذر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة،
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك،
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر الله أكبر بل الذين
كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزراب
العربي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان
الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن السكن مع كذا هو بيسجل إن شاء الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أسفالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنس وحشتنا في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا القليل، وسامحنا بالكثير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو، فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو، فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب، يا
مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا Grant everyone in this majma, Ya Allah, barakah and khayr, Ya Allah.
Ya Allah, grant us barakah and khayr, Ya Allah. Ya Allah, every person that is here tonight, Ya Allah, forgive us all, Ya Allah. Ya Allah, substitute our bad for good deeds, Ya Allah. Ya Allah, put barakah in our health, Ya Allah. Ya Allah, if anyone is sick, Ya Allah, you grant them shifa, Ya Allah. Ya Allah, if anyone is unhappy, Ya Allah, put a smile on their face, Ya Allah. Ya Allah, if anyone has anxiety, Ya Allah, remove the anxiety, Ya Allah. Ya Allah, if anyone is sad, Ya Allah, you grant them happiness, Ya Allah. Ya Allah, put barakah in our rizq, Ya Allah. Ya Allah, put barakah in our health, Ya Allah. Ya Allah, grant us all the best of this dunya wal akhirah, Ya Allah. Ya Allah, we ask you from your unlimited treasures, Ya Allah. Ya Allah, grant us sincerity, Ya Allah. Ya Allah, purify our tongues from hypocrisy, Ya Allah, and lies. Ya Allah, purify our actions from boastfulness, Ya Allah. Ya Allah, grant us the akhlaq, the mannerism of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, grant us the shafa'ah of our beloved Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on the day of Qiyamah, Ya Allah. Ya Allah, grant us Jannatul Firdaus, Ya Allah. Ya Allah, grant us Jannatul Firdaus, Ya Allah. Ya Allah, grant us Jannah with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, protect us from Jahannam, Ya Allah. Ya Allah, protect us from the fire of Jahannam, Ya Allah. We do not know when we will time is up, Ya Allah. Ya Allah, protect us, Ya Allah, from the fire of Jahannam, Ya Allah. Ya Allah, allow us to enter Jannah without reckoning, Ya Allah. Ya Allah, we fear that day, Ya Allah, when we are placed in the qabr, Ya Allah. Ya Allah, grant us husnul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, grant us a good ending, Ya Allah. Ya Allah, only take our ruh when you are pleased with us, Ya Allah. Ya Allah, only remove us from this dunya when you are happy with us, Ya Allah. Ya Allah, accept us, Ya Allah. Ya Allah, accept from us, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimeen. Ya Adal Quwwati Al-Madin. Ya Adal Jalali Wal-Ikram. Ya Allah, grant us the reward of Laylatul Qadr, Ya Allah. Ya Allah, grant us the reward of Laylatul Qadr, Ya Allah. Ya Allah, grant us the reward of Laylatul Qadr, Ya Allah. Ya Allah, we ask you for all the barakah and khair of this dunya wal akhirah, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Kareem, Ya Arhamar Rahimeen, Ya Allah. Ya Allah, forgive our parents, Ya Allah. Ya Allah, grant our parents the highest level of paradise, Ya Allah. If any of our family members have passed away, Ya Allah, in Queensland, all over the world, grant them the highest place of Jannah, Ya Allah. Ya Allah, place nur and barakah in their qubur, Ya Allah. Ya Allah, allow them to enter Jannah without reckoning, Ya Allah. Ya Allah, make us of those people who will be under your shade on the day of Qiyamah, Ya Allah. Ya Allah, make us of those people who receive the shade of your arsh, Ya Allah. Ya Allah, make us of those people who be granted the shade on the day of Qiyamah, Ya Allah. Ya Allah, bless this masjid, Ya Allah. Bless our masajid, Ya Allah. Unite the heart of the Muslimin, Ya Allah. Ya Allah, there is so much disunity amongst the community, Ya Allah. We ask you to unite us, Ya Allah. Ya Allah, purify our hearts, Ya Allah. Ya Allah, remove all form of hate from our hearts, Ya Allah. Ya Allah, unite our masajid, Ya Allah. Unite the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, grant us love for one another, Ya Allah. Ya Allah, grant us the ability to forgive others, Ya Allah. Ya Allah, place rahmah in our hearts, Ya Allah. Allow us to forgive others, Ya Allah, so that you may forgive us, Ya Allah. Ya Allah, Ya Kareem. Ya Allah, Ya Kareem. For our parents who have passed away, Ya Allah, grant them Jannah from Firdaus, Ya Allah. For those parents who are alive, Ya Allah, grant them long, healthy life, Ya Allah. Ya Allah, grant them goodness, Ya Allah. Ya Allah, grant them barakah and khair in their life, Ya Allah. Ya Allah, grant them happiness, Ya Allah. Ya Allah, protect our children, Ya Allah. Ya Allah. The ummah is suffering, Ya Allah. There is so much evil out there, Ya Allah. Shaitan is plotting, Ya Allah. Protect our children, Ya Allah. Ya Allah, protect our progeny, Ya Allah. Keep our progeny on deen, Ya Allah. Keep them with iman, Ya Allah. Ya Allah, keep them with iman, Ya Allah. Ya Allah, shower your mercy upon our progeny, Ya Allah. Keep our progeny on the sunnah tariqah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, protect us from shirk, Ya Allah. Ya Allah, protect us from kufr, Ya Allah. Ya Allah, if anyone is sad, make them happy, Ya Allah. Ya Allah,
through this Mubarak night, Ya Allah, anyone who has any debt, Ya Allah, remove their debt, Ya Allah. Ya Allah, if anyone is sick, Ya Allah, you grant them shifa, Ya Allah. Ya Allah, you are Shafi. Ya Allah, grant shifa, Ya Allah, to all the sick, Ya Allah. Ya Allah, for every person that has contributed towards our wudu area, Ya Allah, grant them all the ajr, Ya Allah. For every person that makes wudu at the Slackstreet Masjid till the day of Qiyamah, Ya Allah. Every ibadah that takes place at the Slackstreet Masjid, for those people who gave towards the wudu area, Ya Allah. Ya Allah, grant them the ajr, Ya Allah, until the day of judgment, Ya Allah. Ya Allah, make it a sadaqatul jariyah for them, Ya Allah. Ya Allah, bless our musallis here tonight, Ya Allah. Bless the brothers and sisters, Ya Allah. Ya Allah, answer all their du'as, Ya Allah. Ya Allah, all the du'as that they have made in the past and all the du'as that they are to make in future, Ya Allah, you accept, Ya Allah. Ya Allah, if anyone is going through any hardship, Ya Allah, remove their difficulty, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, keep us connected to the masajid, Ya Allah. Ya Allah, keep us connected to Imam, Ya Allah. Ya Allah, keep us connected to Baytullah, Ya Allah. Ya Allah, grant us many more madaris, Ya Allah. Grant us masajid, Ya Allah. Ya Allah, increase the population of Muslims in Australia, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, the Muslim Ummah is suffering, Ya Allah. Ya Allah, brothers and sisters, Ya Allah, wallahi, I've seen with my own eyes, Ya Allah, children eating grass, Ya Allah. And we are so ungrateful, Ya Allah, make it easy for them, Ya Allah. Ya Allah, make it easy for our brothers and sisters who are suffering in Syria, Ya Allah. They have lost their parents, Ya Allah. They have lost their parents, they have lost everything, Ya Allah, and make it easy for them, Ya Allah. Make it easy for them, Ya Allah. Ya Allah, they've lost their body parts, Ya Allah, they've lost everything, Ya Allah. Make it easy for them, Ya Allah. Grant them sabr, Ya Allah. Grant them the highest level of paradise, Ya Allah. Make it easy for them, Ya Allah. Ya Allah, give back our holy land, Ya Allah. Ya Allah, the Ummah is suffering, Ya Allah. Make it easy for our brothers and sisters in Gaza, Ya Allah, in Iraq, in Afghanistan, in India, in Pakistan, in Bangladesh, our Rohingya brothers, in Somalia, Ya Allah, make it easy for all of them, Ya Allah. Ya Allah, protect them, Ya Allah. Ya Allah, people are suffering, Ya Allah. If anyone is hungry, Ya Allah, you grant them a meal, Ya Allah. Ya Allah, if anyone is thirsty, Ya Allah, you grant you quick sentence, Ya Allah. Ya Allah, make us of those people who will receive the shafa'ah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, we will only enter Jannah through your mercy, Ya Allah. Shower your mercy upon us, Ya Allah. Ya Allah, shower your mercy upon us, Ya Allah. Ya Allah, utilize us for the khidmah of deen, Ya Allah. Ya Allah, protect us from shaitan, Ya Allah. Ya Allah, shaitan is our enemy, Ya Allah. Ya Allah, protect us from shaitan, Ya Allah. Ya Allah, protect us from the evil ones, Ya Allah. Ya Allah, protect us from the corrupted ones, Ya Allah. Ya Allah, protect us from the evil eyes, Ya Allah. Ya Allah, protect us from the hasidin and the fasidin, Ya Allah. Ya Allah, we ask you to bless our lives, Ya Allah. Ya Allah, you are the creator. You are Malikul Mulk. Ya Allah, you are Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Allah, you are powerful over everything, Ya Allah. Ya Allah, you are everything. We are nothing, Ya Allah. Ya Allah, shower your mercy upon us, Ya Allah. Ya Allah, accept our fasting, Ya Allah. Ya Allah, accept our fasting, Ya Allah. Ya Allah, accept all the good that we have performed during this blessed month of Ramadan, Ya Allah. Ya Allah, the brother who has given all the water throughout the whole of Queensland, Ya Allah, place barakah in his business, Ya Allah. Ya Allah, place barakah in his business, Ya Allah. Answer all his du'as, Ya Allah. Grant him and his family the best of this dunya wal akhirah, Ya Allah. Ya Allah, every musalli that contributes towards this message, bless their rizq, Ya Allah. Increase their profits, Ya Allah. Grant them the best of this dunya wal akhirah, Ya Allah. Ya Allah, protect us, Ya Allah, from any form of harm, Ya Allah. Ya Allah, we put our trust in you, Ya Allah. We are here because we love you and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Bless our lives, Ya Allah. Ya Allah, bless our lives, Ya Allah. Ya Allah, bless our lives, Ya Allah. Thank you.
Allah, accept our Salat al-Taweeh, Ya Allah, accept every harf that has been recited, Ya Allah. Place that ajr in everyone's account, Ya Allah. Ya Allah, allow the Quran to intercede on behalf, Ya Allah. Ya Allah, we fear the day we meet you, Ya Allah. Ya Allah, protect us from Jahannam, Ya Allah. Ya Allah, protect us from Jahannam, Ya Allah. Ya Allah, protect us from the evils of Dajjal, Ya Allah. Ya Allah, protect us from the fitna of Dajjal, Ya Allah. Ya Allah, grant us the love for our salah, Ya Allah. Ya Allah, grant us the love for giving in His path, Ya Allah. Ya Allah, put barakah in our results so we can give more, Ya Allah, in your path, Ya Allah. Ya Allah, if there is anything of good, Ya Allah, grant it to us, Ya Allah. And if there is anything that is harmful, Ya Allah, keep that away from us, Ya Allah. Ya Allah, grant us knowledge of deen, Ya Allah. Ya Allah, accept all our humble efforts, Ya Allah. Ya Allah, the actions we do in the open and actions that we do in private, Ya Allah, you accept, Ya Allah. Ya Allah, accept our dua, Ya Allah. Accept our salawat, Ya Allah. Ya Allah, accept all the good that we do, Ya Allah. Ya Allah, keep us on the straight path, Ya Allah. Ya Allah, keep us on the straight path, Ya Allah. Ya Allah, grant us all the best of this dunya and akhirah, Ya Allah. اللهم انصر مستضعفين في غزة وفي عراق وفي أفغانستان وفي برما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظهم اللهم يسر أمورهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم يسر أمورهم يا أكرم الأكرمين يا الله reward the حفاظ يا الله All the Khufa that are reciting all over the world, Ya Allah, reward them with the best of this dunya wal akhirah, Ya Allah. Ya Allah, grant them the highest rank of paradise, Ya Allah. Ya Allah, reward them, Ya Allah, keep their Quran strong in their chest, Ya Allah. Ya Allah, honor them on the day of Qiyamah, them and their parents, Ya Allah, for memorizing the Quran, Ya Allah. Ya Allah, grant us homegrown Khufa, Ya Allah. Ya Allah, grant us homegrown ulama, Ya Allah. Ya Allah, bless our madrasas, Ya Allah. Ya Allah, bless our madaris, Ya Allah. Bless our teachers, Ya Allah. Ya Allah, bless all the people that are doing good work for your khidmah of deen, Ya Allah. Ya Allah, bless our community, Ya Allah. Ya Allah, you have blessed us with such a beautiful community, Ya Allah. Ya Allah, grant them all their wishes, Ya Allah. Ya Allah, accept all of their supplications, Ya Allah. Ya Allah, accept our du'as, Ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا الله grant us many more blessed months of Ramadan يا الله Ya Allah, grant us the life to experience many more blessed months of Ramadan, Ya Allah. Ya Allah, we are so sad, Ya Allah. This month of Rahmah is leaving us, Ya Allah. Ya Allah, grant us many more, Ya Allah. Ya Allah, make us of those people who take maximum benefit from this blessed month, Ya Allah. Ya Allah, allow us to enter through the gates of Rayyan, prepared for the fasting people, Ya Allah. Ya Allah, honor us, Ya Allah, with this fasting, Ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا يا الله واهدنا يا الله واهدنا يا الله وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله just before we make a witr, inshallah just one or two presentations inshallah we appreciate your time
We appreciate your presence, inshallah ta'ala. Jazakallah khair. Just a few minutes, inshallah. Everyone can be seated, inshallah. After this presentation, with it will take place. Jazakallah. Jazakallah. Makram for inspiring work. Assalamu alaikum, respected elders, imams, zufas, brothers and sisters. Alhamdulillah, we have sadly come to the end of this holy month Ramadan and also the end of our second Tarawih program here at this sacred masjid which Allah has given us. This month is exactly a year of us acquiring this beautiful masjid. Thanks to all of you here for your duas and continued support. On behalf of the Shastis and Musallis, I'd like to thank our Ufas for leading us in prayer during this auspicious month of Ramadan. Without doubt, you may agree with me, you have to. The Quran was beautifully read, very inspiring, it inspired our hearts every day. They will be obviously higher rewarded by the Almighty, inshallah. We make God that they serve us for this Tarawih program for years to come. We would like to show our appreciation in a small form token to them. And to do this, from the youngest of us that we have here, Abu Umar Rain, I'd like to call our brother Shamim to present him a small token. Umar Rain. MashaAllah, this gentleman Umar Rain is following his grandfather's steps. Takbir. Allahu Akbar. His grandfather was Imam of the Holland Park Mosque. I'm sure we all know that. Great grandfather. His grandfather is sitting here with us today. And I'll call upon our chairman, Brother Akram Hussain, to present Hafiz Imran Hassan. Hafiz Imran Hassan. For tomorrow, that's going to be taking place in front. And I'd like to call upon Shams Rain to present his grandson, Hafiz Ali Rain, with a token of appreciation. He's a very proud grandfather, he's been every day sitting in the same spot and being proud of his grandson. His grandfather was also an imam, and he must be proud today of Hafiz Ali Rain and Umar Rain, who is following in his steps, mashallah. Mubarak, Shams. Mubarak. And now, finally, I'd like to call upon Haji Farooq Baksh to present our captain, Maulana Akram, for his performance of the Tarawih. We today must thank Haji Farooq Baksh for having Maulana Akram here in front of us. Had he not insisted he could come in half years, and been through all these tough years of educating his sons and making them Maulanas and teaching them, keeping them on the right track. Alhamdulillah, Jazakallah, Shani Farooq Baksh. At least we have Maulana Akram here today in our midst. Jazakallah. Well, no, Jazakallah to all of you, Musalis, respected mothers, and this is loving children for supporting this masjid during Ramadan. Jazakallah to all for being part of the Wudu project. May Allah bless you abundantly. Alhamdulillah, we've reached our target. Inshallah, we shall have this work completed for your benefit and use as soon as possible. Special thanks to the following people. Everyone has mentioned some of these. The brother who's sitting here in our midst, who has been quenching the thirst of all Musallis during the month of Ramadan. May Allah give him abundance in health and wealth and accept all his duas. We have to thank our brother Tanveer of Top of the Town, who has been providing meals during the iftar programs and during the time that our brother sat for iftar and all other foods that we require during the month of Ramadan. Yeah. Brother Yusuf Meel, who has been given this masjid continuous support and has been beautifying this mosque
and he's been keeping up the renovations and upkeep of this Samad Khana. Alhamdulillah, Jazakallah. Brother Haji Hussain, who basically prepares a variety of food sales and turns the food into cash, and that cash is being used here to maintain this masjid. Alhamdulillah. I'd also like to make a special thanks to the Valley Butcher in the Valley, 42 Valley, for sponsoring all the meat and all the chicken all the time as requested by this masjid. Jazakallah. Thank you very much. I'd also like to thank all the brothers who have been supporting the brothers that were sitting here for itikaf, for saving meals, ice creams, etc. Alhamdulillah, we had over 50 nafil and sunnah itikaf, including our dynamic Imam Akram. May Allah accept their sacrifice and duas. Alhamdulillah, we had 90 Qiyamul Layl, and our half-faith Ibrahim Ghafur led us in prayer. We have a small token for him as well. Our brother, Dr. Ikhlan Hussain, will present him. Most importantly, our brother who took care of the parking while we were inside, Brother Burhan, may Allah bless him and his team abundantly. We can ask now Mawlana Akram to come in and present a token to him. Brother Burhan is still there watching the cars. Is anyone here? Still controlling, well done. Okay, we'll listen to this token later. I also like to thank our fellow trustees for giving up their time for meetings and input during the year. Alhamdulillah, the masjid is running very well, and thanks to all the trustees and their time. Finally, there are many, many brothers who are part of the daily running of this masjid and are giving up their time and are being volunteers. Brother Shamim would like to... Haji Burhan is here. Okay, Haji Burhan has just arrived. Mashallah, takbir. Allahu Akbar. Mashallah. Mashallah. Jazakallah khairan. Okay, we'll get Brother Jameen just to make some recognition on just some of the brothers that have been very close to this masjid. The success of this masjid is due to their help and support all the time. Brother A.K. Sufi, if you have come up quickly. Brother A.K. Sufi, Brother Tanvir from Chong In Town Restaurant, if you have, please come forward. Haji Safed. Takbir! This is one of the oldest members who's always been here supporting us. 90 years old, a few days ago. 90 years, a few days ago. Say Allahu Akbar. Allah give him Jannah and make him always frequent our masjid. He comes from quite further down. Can't even drive at night, he told me the other day. Alhamdulillah, he makes it here. Brother Yusuf Mir from East Tiles, here. Anyone from East Tiles? Sir? No. Ahmed? Haji Abu Yasin? Electrician. Chacha Ibrahim Wazan, who has been reading the Azan every day, being here fasting in the morning. Takbir! Haji Nawab Khan, the morning Muazzin, who has the key to open up for us to visit. Takbir. Haji Nawab Khan, our right here. Chacha, Jazakallah khair, Chacha. This is for the key for Jannah. Ameen, inshallah. Inshallah. Jazakallah khair. Muaz Abdullah. He's a young boy. Muaz Abdullah, where are you? There's something amazing about this boy, mashallah.
I've seen him in every salah. He comes every Isha salah, Maghrib, with his father. And while everybody is making salah, he goes out of his way quietly. While all the shoes are lying everywhere, he puts the shoes in order. MashaAllah. Thank you. Dr. Saiful Akram. Dr. Saiful Akram. Takbir. MashaAllah, we have to give special thanks to Dr. Saifullah, who is the son of Uncle Akram. May Allah Azza wa Jalla reward him. Every day he's with the camera. He's uploading our videos in Salatul Taraweeh. MashaAllah, without any hesitation, may Allah reward him abundantly, inshaAllah. And inshaAllah, he continues to do more recording for us, inshaAllah. Let's call upon Rashid Muhammad, also traffic controller. Outside. This is Sister Nadia, who organizes things on the ladies' side. MashaAllah. Thank you, Sister. Brother Rashid Ahmed, who gets down and clean up the space after your leave. He spends most of the night here in the mornings cleaning up the toilets, bathrooms, and keeping the space ready for the next Ramadan. Rashid Ahmed. Haji Farooq Baksh, you will always see him walking around, making sure everything is in place, and keeping the space sick and span. Jazakallah Haji Farooq Baksh, one of our top volunteers. This is his second home, and this was his dream come true. Jazakallah. Takbir! Sister Zamzam, she's always maintaining the lady's side. We have a lady, Sister Zamzam, also maintaining the lady's side, keeping the place clean and tidy. Jazakallah, sister. And Brother Ikram is always in the kitchen. Brother Ikram? Ikram. Sorry. Brother Ikram is in the kitchen, preparing well in advance. Salad man, cutting the onions and tomatoes. Takbir! On behalf of the trustees of this masjid, I wish you all had a spiritual uplifting and fulfilling Ramadan. I wish you and your families happy Eid Mubarak. And once again, Jazakallah for supporting this masjid. We'd like to see you every time you get a chance. Jazakallah. One more note, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam says, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ. Those who are not thankful to people are not thankful to Allah. So it is wajib alayna. Wallahi, every single person that is here, may Allah reward you. Wallahi, every single one of you is special. Every single one of you are very dear to my heart. And I pray from with utmost sincerity that Allah tabaraka wa ta'ala accept this masjid, inshaAllah. And mashaAllah, what makes the Slack Street Masjid beautiful, it is your presence. It is your contribution. It is your sincere support and du'as, inshallah. And we ask Allah tabaraka wa ta'ala to allow Masjid al-Rahman, Slacks Creek Masjid, to be a beacon of light for all other masajid around the world, inshallah ta'ala. Inshallah, after Salatul Witr, there will be some dessert served and ice cream. Please, before you go, as a token of appreciation from the masjid, please do not leave without taking dessert, inshallah. Salatul Witr. Yes. Yes. Just a reminder also, my dear brothers, that inshallah at 10:30 we'll be having our Qiyamul Layl program at 10:30 inshallah ta'ala. So as we all know, this is the night of Ibadah, it is the 29th night. So inshallah ta'ala, let us still continue in worship inshallah ta'ala. 10:30, let us stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala and try and get the most out of this blessed month of Ramadan, inshaAllah. Salat al-Witr. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام